الاستاذ سيد بسيوني عضو شعبه الزيوت باتحاد الصناعات، نسال عن الزيت. وحضرتك كنت حاضر اجتماعات النهارده. الزيت احنا 95% تقريبا من الزيوت عندنا مستورده، يعني هي الاكثر تاثرا بتقلبات وتذبذبات سعر الصرف وازمه السلاسل والوضع في المواني وكده. الافراجات بالنسبه لكم تم قد ايه من الزيوت، وهل بدات تسمع في الاسعار ولا لا يا استاذ بسيون؟ لو تسمعني من التليفون يا فندم مش من التلفزيون. مساء الخير يا فندم. مساء النور. هو زي ما حضرتك قلتي، اولا بس للساده المشاهدين لازم يعرفوا ان مصر ما بيتمش زراعه نباتات زيتيه موجوده فيها. احنا بنستورد من 95 ل 98% من الزيوت، وبيتحكم في الاسعار العالميه هي بورصه عالميه، سواء كانت الزيوت الثقيله اللي هي زي زيت النخيل او الاسترين او الاولين. اما الزيوت الخفيفه دي بيتم برضو استيرادها زي زيت عباد الشمس او الصويا او زيت الذره. بيتحكم فيها البورصه العالميه، علاوه على اني احنا جزء من العالم على الاسعار اللي زادت على مستوى العالم من خلال البورصه او من خلال سلاسل الامداد كلها زادت بطريقه مبالغ فيها جدا جدا جدا. كل ده ادى الى زياده الاسعار. المشكله يا فندم اني مش في زياده الاسعار وبس، احنا بنقول يا رب المنتج يفضل موجود. بالفعل اللي حصل ان المواني فيها سواء مناقل ادبيه في الزيوت الثقيله اللي بتيجي من ماليزيا واندونيسيا او الزيوت الخفيفه في مواني دمياط موجود فيها كميات تغطي الحمد لله لغايه نهايه شهر رمضان. بناء عليه ان لما يتم توفير العمله للافراجات وبدات فعلا تظهر بشاير خير الحمد لله، ان بيتم الافراج ويتم تشغيل المصانع بالكامل، وبالتالي الكميات اللي موجوده في المواني بتكفي اكتر من حوالي 3 شهور إلى 4 شهور. يعني ان شاء الله رمضان مبشر بالخير زي ما حضرتك طلبتي ان يكون عام 23 يا رب في اخبار كويسه. خبر بقى، اديني خبر بقى بما ان حضرتك بقى شايف الاخبار، قول لنا خبر ل 2023 بالنسبه للزيوت. الخير ان شاء الله جاي. ومن الاخبار الجيده ان النهارده كان في اجتماع مع معالي وزير التموين الدكتور علي المصلحي ومعالي وزير الصناعه والتجاره الاستاذ احمد سمير، اتفقنا على اليات هتتم اعتبارا من 1/1 شهر يناير القادم حتى نهايه رمضان على كذا محور. المحور الاول ان هيكون في معارض على جميع محافظات مصر من خلال شوادر، والشوادر دي هيتحمل تجهيزها الاتحاد العام للغرف التجارية. المحور الثاني وده هيتواجد فيه كل السلع الاستراتيجية اللي بيحتاجها المواطن المصري، وهيكون بسعر عادل. معنى السعر العادل ان في متناول كل المواطنين والمستهلك. المحور الثاني جميع السلع الاستراتيجيه هتبقى متواجده داخل المجمعات وداخل مشروع جمعيتي، ودول عددهم لا يقل عن اكثر يعني ما يقلش عن 3000 على مستوى الجمهوريه. الناس هتلاقي الزيت يعني افريج متوسط داخل هذه المجمعات عموما بمختلف اشكالها وانواعها اقل قد ايه من السوق؟ شوف يا فندم، هو الاتفاق كالآتي ان سيكون لو في اي شركة عندها مثلا 10 منتجات من انواع الزيوت او المسلق النباتي، على الاقل هيكون فيهم منتجين او 3 بسعر في متناول كل مواطن يقدر ينزل يشتري. واللي انا عايز اطمن حضرتك فيه زي ما حضرتك عرضة على الشاشة الان، جميع الزيوت على مستوى مصر في جميع محلات البقاله والسلاسل ومشروع جمعيتي مفيش حاجه ناقصه. والحمد لله الحمد لله، انا بؤكد على حضرتك والتلفزيون بينزل يصور والمواطن نفسه ما دخلش اي محل بقاله الا لما يلاقي
كل مستلزمات البيت موجودة. هي الحاجة موجودة بس غالية، يعني هي الحاجة موجودة بس غليت. ليس لأي مصنع أو منتج يد في تحديد الأسعار، لأن زي ما قلت لحضرتك مفهوم مفهوم. البورصة العالمية زادت وإحنا جزء من العالم، والأسعار العالمية على فكرة زادت بره بطريقة مخيفة. توقعاتكم ايه؟ يعني توقعاتكم اولا، كان عندكم طلبات للحكومه بزياده الافراجات، انتم من القايمه اللي بتطلبوا باولويات للافراجات استاذ بسيوني؟ شوف يا فندم، احنا من حيث المبدا احنا معانا وزير الدكتور علي المسلحي حقيقي على تواصل يكاد يكون يوم ويوم، بطريقه ايه المشاكل، ايه اللي مطلوب، ايه عشان المصانع ما تقفش، ايه عشان الافراجات، وبينسق سيادته مع دوله رئيس الوزراء ومع السيد. ايوه، انتوا طلبتوا ايه بقى؟ يعني احنا طلبنا يا فندم ان توافر العمله خلال لتارجت شهر، سي مثلا اي شركه لها خامات موجوده داخل المواني، وليكن مثلا بنقول على سبيل المثال وليس الحصر، لو مثلا في خامات موجوده لانتاج شهر مثلا 30 مليون دولار، يتم توفير على الاقل 15 مليون يكفي ال 15 يوم، وال 15 مليون يكفي الجزء الثاني، بحيث ما تتعطلش الدوره الصناعيه. اه بالظبط، وما نضطرش نخف. الحاجه الثانيه يا فندم، المعالي الوزير عمل اداره ازمات داخل الوزاره، وانضم سياده معالي وزير التجاره والصناعه، وعملنا لجنه بحيث انها تنعقد كل اسبوع حتى نهايه رمضان للاطلاع على كافه المشاكل بالكامل، وخاصه السلع الاستراتيجيه سواء كان زيوت او لحوم او شاي. طيب، او اهم هذه المشاكل ايه؟ اهم قول لي مشكلتين انتوا بتحاولوا تحلوها والحكومه بتحاول تحلها دلوقتي. هي هقول لحضرتك حاجة، هي يمكن كانت المشكلة الأولى اللي بيشعر بها كل المنتجين والمصنعين والمستثمرين، هي كان عدم توافر العملة في الفترة الحالية، ولكن بعد اللي احنا شفناه هيبدأ تدفق العملة الأجنبية للإفراج على كافة السلع الاستراتيجية من داخل المواني، وأنا أعتقد إن الأزمة قدامها بالكتير شهر وهتنتهي. وفي نفس الوقت في توجه من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزارة ان يكون الأولوية للسلع الاستراتيجية سواء كانت غذائية، نعم، نعم، او أدوية، نعم، او بعض السلع اللي بيحتاجها المواطن. نعم. الشيء الجميل جدا ان وزارة التموين كمان مشروع بطاقة التموين اللي بتمس المواطن، وخلي بال حضرتك 70 مليون مواطن او اكتر بياخدوا بطاقه تموين. صحيح. وكمان بياخد على الاقل كل اسره 4 زجاجات زيت، غير اللي هو بيشتريه من الشركات الاخرى، المنتجات الاخرى عشان يكفي احتياجاته. نعم نعم. فانا بطمن المواطن ان جميع السلع متواجده بالفعل داخل الحدود المصريه، وما يقلقش وما يحاولش ان هو يروح يقول انا حبدا اخزن. اه بلاش التخزين عشان خاطر رمضان. صحيح، بلاش التخزين، بلاش التخزين، لان ده بيضر ناس تانية. كل حاجه موجوده زي ما انتم شايفين. انا بشكرك استاذ سيد بسيوني عضو شعبه الزيوت باتحاد الصناعات. حبينا بس نقول لكم الوضع واحنا داخلين على شهرين يا جماعه، 3 أشهر قبل رمضان، لكن الدوله قررت انها تبدا معارض اهلا رمضان من يناير.